مساء الخير وأهلا بيكم من مدينة الجونة. لميس الحديدي في حوارات خاصة بين الحياة والفن مع نجمات السينما والدراما المصرية. النجمة شيرين رضا. أنا ضد الجواز لنفسي، ولما حد هيجي يتنمر على بنتي أنا ممكن أغسله وأشطفه وأزرعه في الأرض. النجمة أمينة خليل. نفسي أبقى أم. كل شوية أقول إيه أحضر فرح، يلا يا أمينة أحضر فرح، يلا يا أمينة أحضر فرح وأعمل فستان وأحضر نصيب. فرح نصيب. النجمة روجينا. يام. ومايا أشرف زكي. عندي فضول غريب وإن الست اللي قاعدة معايا في البيت دي كانت شغالة مع يوسف شاهين. والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي. الحب بتاع هدى وفريد فعلا العلاقة فيها حب. والنجمة ناهد السباعي. لو انا ما اقدرش استحمل الرجل اساسا. كم عريس جابولك؟ حسستني ان انا جايبه لها عريس فرضها عليها. بين الفن والحياه، حلقه خاصه من الجونه في كلمه اخيره غدا 9:30 مساء على اون